السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب السادس من برنامج أساس العلم في سنته الثامنة 38 و400 و1039 و400 و1000 بمدينته العاشرة مدينة نجران، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 600 و200 و1000. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخه وللحاضرين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه، ثم قال: كتاب التوحيد. ومقصود الترجمة بيان وجوب التوحيد، بيان وجوب التوحيد، والمراد به أصالة توحيد العبادة والإلهية، والمراد به أصالة توحيد العبادة والإلهية. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. فيه مسائل. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا ليعبدون. فالعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرعي هي التوحيد، فالعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرعي هي التوحيد. فالحكمة من خلق الجن والإنس توحيد الله، فالحكمة من خلق الجن والإنس هي توحيد الله، فهم مخلوقون لأجل العبادة، وإذا كانوا مخلوقين لها فهم مأمورون بها، والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والدليل الثاني قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، والعبادة كما تقدم هي التوحيد، فهو أمر والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والآخر في قوله: واجتنبوا الطاغوت، وهو أمر
بمباعدة عبادة غير الله، وهو أمر بمباعدة غير الله التي لا تتحقق إلا بعبادة الله وحده، التي لا تتحقق إلا بعبادة الله وحده، وعبادته توحيده، وعبادته توحيده، فهو أمر بالتوحيد، فهو أمر بالتوحيد، والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والدليل الثالث قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي قضى الله قضاء شرعيا دينيا أن نعبده موحدين له، أي قضى الله قضاء شرعيا دينيا أن نعبده موحدين له. وقضاؤه الشرعي الديني أمر، وقضاؤه الديني الشرعي أمر، والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والدليل الرابع قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله واعبدوا الله، وهو أمر بالتوحيد كما تقدم، فالعبادة توحيد الله، والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، فهو نهي عن الشرك والنهي للتحريم، وهو يستلزم الأمر بمقابله، وهو يستلزم الأمر بمقابله، وهو توحيد الله، والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والدليل الخامس قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، وهو نهي، والنهي للتحريم، وهو يستلزم الأمر بمقابله، وهو يستلزم الأمر بمقابله الذي هو توحيد الله، والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في جعل ما تضمنته الآيات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وصية النبي صلى الله عليه وسلم، في جعل ما تضمنته الآيات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وصية النبي صلى الله عليه وسلم. والوصية اسم لما يعظم شرعا وعرفا، والوصية اسم لما يعظم شرعا وعرفا، فالتوحيد وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للخلق، فالتوحيد وصية الله والرسول صلى الله عليه وسلم للخلق، فهم مأمورون به والأمر للإيجاب، فهم مأمورون به والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قوله أخرجاه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والحق اسم لما وجب ولزم، والحق اسم لما وجب ولزم، فتوحيد الله بعبادته وحده واجبة على الخلق، لأنها حقه سبحانه وتعالى عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه،
الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسألة بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. قوله رحمه الله الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي الوصية بالقرآن، أي الوصية بالقرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وصية مكتوبة، ووصيته لأمته القرآن، وأخبر عنه أصحابه رضي الله عنهم بأنه أوصى بأشياء هي من القرآن، وأخبر عنه أصحابه رضي الله عنهم بأنه أوصى بأشياء هي من القرآن، كالمذكور هنا في كلام ابن مسعود، فإنه بعض الوصية العامة بالقرآن. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. قوله رحمه الله الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي لا يعرفون جزاء من عبد الله ولم يشرك به شيئا، أي لا يعرفون جزاء من عبد الله ولم يشرك به شيئا، مع علمهم بالأمر بذلك، مع علمهم بالأمر بذلك، فهم يجهلون الجزاء ويعلمون المأمور به من توحيد الله، فهم يجهلون الجزاء ويعلمون المأمور به من توحيد الله. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. قوله رحمه الله التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أي فيما كان من المسائل الشرعيات الدينية، أي فيما كان من المسائل الشرعيات الدينية. فلو سئل أحد عن حكم الوتر أو حكم زكاة الفطر فقال الله ورسوله أعلم صح منه ذلك، ولو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمور الكونيات القدريات فلا يقال فيها هذا، أما الأمور الكونيات القدريات فلا يقال فيها هذا، كأن يسأل سائل متى يدخل نوء الجوزاء، فإذا قال الله ورسوله أعلم كان ذلك خطأ، لأن الأمور القدرية الكونية علمها لله سبحانه وتعالى وحده. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون لماذا تخصيصه؟ ليش يخصص بعض الناس بالعلم ببعض؟ لمصلحة شرعية اقتضت هذا، يعني لمصلحة شرعية اقتضت هذا، لا لغير مصلحة شرعية كما ذكرنا في مجلس متقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الحادية والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل.